بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية نستأنف مع بيان ليغي كومبخوندر، ونستأنف مع أنجون كافالي. طبعا من خلال القصة التي رأينا فيما سبق، رأينا بأن ميشيل أراد أن يظهر لصديقيه ريمون إشارل، أراد أن يظهر لهما بأنه فارس متمكن وبأنه فارس جيد، لكن عناد الحمار كان حاجزا ضد إرادة ميشيل. إذن كما رأينا فيما سبق، ميشيل بمونتخي سي دو كاماراد غيمو إي شارل كي لي بون كافاليي. إذن هو أراد أن يظهر لصديقيه بأنه فارس جيد. إل مونت سور لان دونك إلا رون إي لو في غالوبي. إذن صعد فوق ظهر الحمار الذي يسمى دونك إلا رون، ثم جعله يجري. طبعا رأينا بأن الحمار كما قلنا أسقطه عدة مرات، وبالتالي فإنه حال بينه وبين أن يظهر لصديقيه بأنه فارس جيد. في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى بعض الأسئلة المتعلقة بهذه القصة. إذن أول سؤال، لا بروميير كيستيون، بوركوا ريمون كريتيل، لماذا ريمون صرخ؟ صرخ ماذا قال؟ أتنسيو ميشيل. إذن بوركوا ريمون كريتيل أتنسيو ميشيل، لماذا ريمون صرخ حذاري ميشيل؟ إذن كما رأينا فيما سبق، ريمون كري باسكيل في كوم ان إكلير دو ماليس باسي دون لي زيو دو تونكيلارون. سي بوركوا ريمون كريا أتنسيو ميشيل، تيان توا بيان. أتنسيو ميشيل، تيان توا بيان. إذن لذلك صرخ غيمو حذاري يا ميشيل، ثم اقبض نفسك جيدا، كما هو يقول له ثبت نفسك جيدا. إذن كما رأينا فيما سبق، غيمو كخيا باسكيل في كوم ان إكلير دو ماليس باسي دون لي زيو دو تونكيلارون. سي بوركوا غيمو كخيا. لا دوزيام كيسيون، كوفيلان طونك غيمو اكخيي اتونسيو ميشيل، الوغ كوفيلان. إذن ماذا فعل الحمار؟ غيمون نا ميم با تيرميني سي مو، غيمون نا ميم با اشوفي سي مو، كولان سو سكوي لي فلون. الوغ كوفيلان لان سو سكوي لي فلون، لان سو سكوي لي فلون. إذن الحمار حرك أطرافه. إذن غيمون نا ميم با اشوفي سي مو، كولان سو سكوي لي فلون. إذن غيمو لم يكمل حتى كلماته، حتى أن الحمار حرك أطرافه. إذن كوفيلان لان سو سكوي لي فلون. إس بور فار تومبي لا بوسيغ دو سي بوال. لان سو سكوي لي فلون، لان سو سكوي لي فلون. إس بور فار تومبي لا بوسيغ دو سي بوال. لا ريبونس سي. إذن الجواب هو لان سو سكوي لي فلون pour faire tomber Michel. Voilà pourquoi لان سو سكوي لي فلون. هنا بطبيعة الحال يجب أن نفرق بين العبارتين. العبارة الأولى لان سو سكوي لي فلون كوم pour faire tomber de la poussière، وبين العبارة الأخرى اللي هي لان سو سكوي لي فلون pour faire tomber de la poussière. بطبيعة الحال إضافة هذه كلمة كوم بطبيعة الحال سيغير المعنى بشكل جذري. إذن في حالة إذا قلنا مثلا لان سو سكوي لي فلون بوغ ان فار طومبي دو لا بوسيار، إذن الحمار يحرك أطرافه ليسقط منها الغبار بوغ ان فار طومبي دو لا بوسيار. ولكن عبارة لان سو سكوي لي فلون كوم بوغ ان فار طومبي دو لا بوسيار، هنا المعنى مغاير. المقصود في هذه الحالة الحمار يحرك أطرافه كما لو يريد أن يسقط منها الغبار. إذن هناك فرق بين أنه يحرك أطرافه بغرض إسقاط الغبار منها، أو يحرك أطرافه كما لو يريد إسقاط الغبار. المقصود بأنه لا يريد إسقاط الغبار في هذه الحالة، بل يريد إسقاط شيء آخر مثلا، أو أنه لغرض آخر.
ولكن في حالتنا هنا بطبيعة الحال فقد كان الغرض هو إسقاط ميشيل. إذن لانس سكوي لي فلون بور فير طومبي ميشيل. بور فير طومبي ميشيل. إذن فوالا بوركوا لانس سكوي لي فلون. إذن هذا لماذا الحمار حرك أطرافه. كاريفتيل ألوغ بويسكو لان سكوي لي فلون كوم بور أن فير طومبي دو لا بوسيير. ألوغ كاريفتيل بيان سور إل في طومبي ميشيل. إل في طومبي ميشيل. صوفي ميشيل كي طومبا. إذن كان ميشيل هو الذي سقط. نذهب للسؤال الأخير. إل فو بواغ. دي ميشيل. هو يريد أن يشرب. عندنا الفيرب بواغ يعني شرب. إل فو بواغ هو يريد أن يشرب. دي ميشيل. قال ميشيل. إتاس فغي. إتاس فغي. المقصود إسكو سيتي فغي. إسكو سيتي فغي. هل هذا الكلام صحيح؟ إذن ميشيل أدي إل فو بواغ. هو يريد أن يشرب. إذن رأى الحمار يتجه إلى مكان الماء فقال هذا يريد هو يريد أن يشرب. إتاس فغي. إسكو إسكو سيتي فغي. إسكو سيتي فغي. بيان سور كو سونيتي با فغي. بيان سور كو سونيتي با فغي. طبيعة الحال هو لم يكن صحيحا. إذن عندنا هنا إتاس فغي في حالة الجملة الإخبارية نقول سيتي فغي. سيتي فغي هو كان صحيحا. إذن في السؤال نقلب هاد لي سوجي مع لو فيرب. يكون هناك قلب للفاعل والفعل. عندما يكون هناك سؤال يكون هناك قلب للفاعل والفعل. إذن نقول إتاس فغي. إتاس فغي. هل هذا كان صحيحا؟ إذن pourquoi l'âne est-il allé au bord du ruisseau? Alors, puisque ce n'était pas vrai que l'âne veut boire, madame أنه ليس بصحيح أن الحمار يريد أن يشرب. إذن فلماذا هو يذهب إلى مكان الماء؟ Pourquoi l'âne est-il allé au bord du ruisseau? لماذا الحمار يذهب إلى ضفة الجدول؟ Pourquoi l'âne est-il allé au bord du ruisseau? إذن لماذا الحمار يذهب إلى ضفة الجدول؟ الجدول المائي. إذن سنقول مثلا في الجواب l'âne est allé au bord du ruisseau. الحمار يذهب إلى ضفة الجدول pour se venger de son cavalier. لكي ينتقم من فارسه. Ou bien pour se venger de Michel. لكي ينتقم من ميشيل. إذن نتكلم على vengeance يعني الانتقام. Ou bien la revanche. Ou bien la revanche. Qu'a fait l'âne cette fois pour faire tomber son cavalier? Qu'a fait l'âne cette fois pour faire tomber son cavalier? Qu'a fait l'âne cette fois pour faire tomber son cavalier? إذن ماذا فعل الحمار هذه المرة لكي يسقط فارسه؟ إذن كوفيلان cette fois pour faire tomber son cavalier. ماذا فعل الحمار هذه المرة لكي يسقط فارسه؟ إذن سنقول في الجواب arrivé près du ruisseau. Arrivé près du ruisseau كما رأينا l'âne baisse brusquement la ventre et vlof. Elle fait tomber son cavalier. إفلوف إل في طومبي سون كافالي. إذن الحمار مقتربا من الجدول إلبس لان بيسا بغيسكامو لافونتخي. إذن الحمار انحدر بمقدمته يعني أنه نزل بمقدمته. طبعا حنا نتكلم على لافونتخي المقصود مقدمة الحمار أو مقدمة كل حيوان أو تجاوزا كما رأينا فيما سبق مقدمة السيارة. إذن arrivé près du ruisseau l'âne baissa brusquement la ventre. L'âne baissa brusquement la ventre et vlof elle fait tomber son cavalier. ثم أنه أسقط فارسه. Le cavalier glissa et tomba au beau milieu de la cressonnière. إذن arrivé près du ruisseau l'âne baissa brusquement la ventre et vlof il fait tomber son cavalier au beau milieu de la cressonnière.
ثم أنه أسقط فارسه في المكان الجيد من هذا المكان المليء بالماء. إذن كما رأينا في السؤال كوفيلان ست فوا بور فار تومبي سون كافاليي، إذن كما قلنا بور فار تومبي سون كافاليي اون اريفون بخي دو رويسو لان بيسا بريسكامو لا فونتخي إفلوف لو كافاليي غليسا لا تات اون با او بو ميليو دو لا كريسونيير. إذن لكي يسقط الحمار فارسه واصلا وصولا بالقرب من الجدول نزل بمقدمته، ثم أن الفارس تزحلق الرأس في الأسفل في المكان المناسب من هد المكان المليء بالماء. ثم في السؤال الآخر pourquoi l'un sommet-il à gambader؟ طبعا الحال لو verb gambader، لو verb gambader المقصود به أنك تقفز من الفرح، يعني أنك تقوم بقفزات تعبر فيها عن فرحك. إذن pourquoi l'un sommet-il à gambader؟ لماذا الحمار بدأ في القفز تعبيرا عن فرحه؟ إذن طبعا الحال كما يفعل اللاعبون في مباراة كرة القدم مثلا عندما يسجلون هدفا، إذن يبدأون في القفز تعبيرا عن فرحهم. إذن ممكن أننا نقول لي جوور غامباد، لي جوور غامباد، ممكن أننا نقول هذا اللاعبون ينطون أو يقفزون من الفرح. إذن عندنا هنا pourquoi l'un sommet-il à gambader؟ طبعا الحال كما قلنا فيما سبق بأن لو فيرب ميتر المقصود به وضع، هنا ما عندناش لو فيرب ميتر، عندنا سو ميتر أ، عندنا سو ميتر أ. هاد العبارة بطبيعة الحال تعني بدأ في، بدأ في أو أخذ في. إذن هنا نتكلم لماذا الحمار بدأ في النط أو القفز فرحا، أو لماذا الحمار أخذ في القفز فرحا. إذن pourquoi l'un sommet-il à gambader؟ إذن ممكن أننا نقول l'un sommet-il à gambader، l'un sommet-il à gambader parce qu'il a réussi à faire tomber son cavalier، لأنه نجح في إسقاط فارسه. إذن l'un sommet-il à gambader parce qu'il a réussi à faire tomber son cavalier، à faire tomber son cavalier. إذن هو يعبر عن فرحه لأنه نجح في إسقاط فارسه. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.